الفصل التعسفي، ضحايا الفصل التعسفي. حنا جات كورونا استغلوا لي باترونا، بغى يمرينا الشارع بزيرو درهم، واذا بينا حنا ضرنا بالصراحه التسريح الجماعي، مندوبات الشغل، لجنه اقليميه، توصلنا للجنه الوطنيه في الرباط. دابا الحمد لله حنا مشينا لقينا الباب مسدوده، هاد الناس بغاو يتحاوروا، ما بغاوش يدوا الدعم يصلحوا، رغم الدوله عطاتهم الدعم باش يصلحوا، عطاتهم 1500 درهم لكل اجير، رفضوا، ما بغا يصلحوا، ما بغا يسدوا، ما بغا يساهموا في الاقتصاد الوطني، والفندق مسدود ومحرمه في الدوله في التاكس توريستيك، لا البلديه لا الخزينه العامه. حنا المطلوب ديالنا هو مشينا للقضاء ديالنا النزيه، الثقه ديالنا في المؤسسه ديال الدوله، في القضاء ديالنا هو اللي غيصفونا، ما بين هاد الناس. حنا هاد الناس بغا يخدموا يعطيو التعويض ديالنا، ما بغا يخدموا يعطيو التعويض ديالنا. ولهذا حنا مره اخرى كنشكر المرابط الاعلاميه اللي كتسالنا منذ البدايه الى النهايه، لا اعلاميا، لا حقوق الانسان، لا السي دي تي، لا جميع الهيئات السياسيه اللي في البلاد. حنا مره اخرى راه الاشاره ديال الفندق ديالنا، ولكن هاد الناس سدلوا ديهم، لا هذا اللي متصايب. حنا هاد الناس كيديروا العرقله المقصوده، العرقله المقصوده. الا كيتحكموا المسؤولين السياسيين، عبينا حتى الناس اللي كيديروا العرقله الاقتصاديه حتى هما يتحكموا. نحن نتاسف لهذه الوضعيه اللي وصلنا لها في هذا الفندق جراء طرد تعسفي اللي تعرضنا من طرف ورثه ميلود الشعبي. وحنا راه دابا الملف ديالنا راه استكمل اليد ديالو، وراه دخلنا راه كاين في المحكمه، وتمرد عليه اكثر من 3 جلسات في المحكمه، ولحد الان راه مازال ما شفنا حتى حاجه اللي شي جديد. هاد الناس راه كاين واحد الطماطولات لهاد الناس اللي كيمثلوا راسهم انما فوق القانون. وحنا كنطالبوا من اعلى سلطه في البلاد اللي توقف معنا وتشد لنا الحق ديالنا من هاد الناس هادو، لان كيعتبروا راسهم فوق القانون. وحنا في الاطار ديال المشروعيه الديمقراطيه في البلاد حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، لان كاين هنا تسريح جماعي لعائله اكثر من 100 عائله كلهم هما في الشارع دابا لمده 3 سنوات منذ جائحة كورونا، وحنا راه ملحين في الشارع بدون حسيب ولا رقيب. ونتمنى ونطلب الله تبارك وتعالى على هاد الناس يديروا شي التفاتة لينا ويشوفوا معنا. وحنا كنطالبوا دابا من أعلى سلطة ومن صاحب الجلالة يدير لنا شي التفاتة باش يشد لنا الحق ديالنا من هاد الناس، ولينا حنا في بلاد القانون وفي بلاد الديمقراطية وفي بلاد المطالب. كرامة عدالة اجتماعية، حرية كرامة عدالة اجتماعية، حرية كرامة عدالة اجتماعية.